شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم يا الأحبة إلى الحلقة 40 ولله الحمد، والحلقة السادسة بطعمة ونكهة رمضانية، صالون مبارك إن شاء الله. لله سبحانه وتعالى فضل على ليبيا في كثير من النعم، من ضمن هذه النعم أنحباها بأناس أفاضل وفضليات على مر العصور من كل ليبيا، من كل ربوع ليبيا، من المدينة، من القرية، من الجبل، من الصحراء، من جانب البحر. أترحم على من رحل منهم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا كل خير، كما أدعو سبحانه وتعالى أن يطيل في العمر، أن يطيل في عمر الأحياء منهم. من هؤلاء الأفاضل علماءنا أسادتنا، كما يقال لهم الفضل، إنهم بعد الله سبحانه وتعالى فضل كبير جدا على ليبيا. يساعدني ويمد لي يد العون ويعينني على تسليط الضوء على هؤلاء الأساتذة الأحباء الأفاضل. أساتذة وأحباء كذلك أفاضل هم أنفسهم. سعيد جدا بتلبية الدعوة أستاذنا الدكتور نصر الدين البشير العربي، باحث ومؤلف كتب، وكذلك يعد مستشار في وزارة التربية والتعليم. أستاذنا دكتورنا أنستنا، فرصة طيبة، شكل لك تلبية الدعوة وشكل لك حضورك من سلاتة تحديدا، وهذا شرف لنا. كذلك معنا القامة والشيخ الكبير الأستاذ عثمان الترهوني بصفته إمام وواعظ ومهتم وراصد للتراث الليبي فيما يتعلق بالصوتيات والقرآن الكريم وهكذا. شيخ عثمان أنسنا، شكل لك تلبية الدعوة، بارك الله رب يحفظك ويسعدك ويهنيك. رمضان كريم. كذلك صديقنا وحبيبنا الأستاذ والشيخ كذلك عبد السلام بن سعيد، أطلع عمرك أستاذنا أنسنا، وشكل لك تلبية الدعوة، رب يحفظك ويسعدك. أستاذ عبد السلام سعيد معروف مشهور أنه هو له علاقة بفعل راصد وباحث وكذلك خبير في الدراسات الأدبية والتراث الليبي. شكلكم جميعا إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يعيننا احنا ويوفقنا جميعا أن احنا نتحدث عن هؤلاء الأساتذة الأفاضل علمائنا العلماء الليبيين. بداية دكتور، نظرا على تواجدك يمين وقدرك وقدر الأحبة، دكتورنا بفعل أنك أنت لك أكثر من كتاب، خصوصا الكتاب اللي له علاقة بحلقة الليلة وموضوع الليلة اللي هو باسم مناقب علماء مسلات الأخيار. تبارك الرحمن، هذا الكتاب يحتوي على عدد كبير جدا من هؤلاء الأفاضل ما بين مشايخ وعلماء، وسبحان الله لما تقرأ الصفحة الأولى ما تقدرش تسيب عند ما تكمله، خصوصا انك انت اوردت زي ما تقول مناقبهم ومآثرهم وهكذا. جميل جدا بفعل انك انت عندك هذا الكتاب وغيره من الكتب، ارجو انك انت تحدثنا عليه اهميه التوثيق لهؤلاء الافاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين. اولا اتقدم بأجمل التبركات لكافة أبناء الشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان الكريم، كما تقدم بجزيل الشكر وفائق الاحترام للأستاذ أحمد الترهوني ولقناة الرسمية على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الحلقة التي تخص علماءنا الأجلاء في ليبيا في مختلف المدن الليبية. بالنسبة لما يتعلق بالعلماء، بالتأكيد ليبيا تزخر بالعديد من القامات العلمية في مختلف التخصصات، سواء في الفقه أو في اللغة أو في الأدب أو في التاريخ أو وجميع التخصصات. ومنذ الأزل وعلماء ليبيا لديهم تأثيرهم وتأثرهم بالبلدان المحيطة بهم، سواء في المشرق العربي أو في المغرب الإسلامي وغيرها من المدن في شمال أفريقيا. جميل. ولدي الحقيقة تجربة تحدثنا عنها فيما سبق في الخوض في غمار البحث فيها في حول هؤلاء الشخصيات وهؤلاء العلماء، وألفت كتابا عنونا بمناقب علماء مسلات الأخيار وطيب سيرهم من الأخبار، يتألف من حوالي أكثر من 52 شخصية من علماء القرآن الكريم وحفظة القرآن الكريم. جميل. وحاولنا طبعا هذا التوثيق إجابة على سؤالك، الفائدة العظيمة التي نجنيها من التوثيق لهؤلاء العلماء الأفاضل هو نفض الغبار
على مآثرهم وآثارهم العلمية التي تكاد تنسى في عصرنا الحالي. ولهذا أتمنى أن تكون في هذه المبادرات الطيبة في الكتابة على هؤلاء العلماء الأجلاء في مختلف المدن الليبية وليس في مدينة واحدة فقط. جميل. وأنا تكلمت في الحلقة الماضية وقدمت دعوة للأساتذة والبحات في الجامعات الليبية أن يقوموا بنفس أو يحدوا حدو مثل هذا الكتاب حتى نتمكن من جمع علماء ليبيا من مختلف المدن الليبية ووضعهم في موسوعة متكاملة تحتوي أعلام ليبيا في مختلف التخصصات زي ما تحدثنا سواء في التاريخ أو في الجغرافيا أو في الفقه أو في الأدب أو في الحفظ القرآن الكريم وغيرها من العلوم الأخرى. الحقيقة من خلال دراستنا للتاريخ نريد أن نبتعد قليلا عن كتاب مناقب علماء مسلطة حتى نتكلم على المستوى العام على ليبيا بالكامل. نجد أن هناك الحقيقة منذ القديم الزمن لدينا علماء أجلاء وأفاضل كان لهم دورهم الكبير جدا والذين نستذكر منهم وحاولت أن نجمع نخبة أو تلة من هؤلاء العلماء. جميل. أمثال الشيخ إبراهيم بن اسماعيل بن احمد عبد الله اللواتي الاجدابي الطرابلسي. نعم. وهو سليل مدينه اجدابيه يرجع. نعم. لاصوله لمدينه اجدابيه والمعروف بابن الاجدابي. صحيح. وابن الاجدابي هذا اخيرا فضيله الدكتور محمد مسعود جبران رحمه. نعم. الله الف كتابا. نعم. حول هذه الشخصيه. جميل. التي تعتبر من ابناء القرن الخامس الهجري وينسب الى مدينه اجدابيه وهو من اعلم اهل زمانه. صحيح. بجميع العلوم كلاما وفقها ونحوا ولغة وعروضا ونظما ونترا في جميع العلوم حقيقة. أحسن دكتورنا. وله العديد. نعم. من المؤلفات والعديد من الكتب التي. نعم. ممكن نسردها. اللي عندنا كتاب أسئلة فقهية اختصار كتاب نسب قريش لأبي عبد الله الزبير رسالة في الحول. أيضا كتاب الأزمنة والأنواع كفاية. نعم. المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربية. جميل جميل. وأيضا لديه كتاب في علم العروض كبير وصغير. نعم. وكتاب في الرد على أبي حفص في تثقيف اللسان وكذلك كتاب ما أخره ياء من الأسماء وبيان اعتلال الباء. جميل. هذا من. نعم. يعتبر من الشخصيات. نعم. العلمية. نعم. اللي طبعا ليه كان دور كبير جدا ويعتبر. نعم. نموذج من علماء ليبيا. نعم. الذين أثروا في الحياة العلمية داخل. صحيح. ليبيا بعون الله تعالى. صحيح. والله طرح جميل جزاك الله خير. على ذكر الكتب ودعوة حضرتك واللي هي قد تكون لسان حال عموما المشاهدين ان الكل يجتهد ويدون او يوثق العلماء في المنطقه متاع مدينته او القريه او الواحه او هكذا وهذا يكون نتاجه زي من الكتاب درت حضرتك تم اهداء هذا الكتاب للقناه اللي هو اعلام قماطه مثلا على نفس الحدود وفيه في كذلك الافاضل العلماء هذا الكتاب يلا مشكلة. هذا كتاب من تأليف الأستاذ سالم علي محمد عمر سليم والأستاذ علي صالح عبد السلام صالح عرفة شكلهم الهدية وشكلهم هذا الجهد الكبير فيبقى كتاب حضرتك اللي هو مناقب علماء مسلات الأخيار وطيب سيرهم من الأخبار وهذا الكتاب وكذلك بعض الكتب على سبيل المثال معذرة أجمل تحية للكاتب الأستاذ محمد الباهي على هذا الكتاب لهم الشيخ وعلماء طرابلس في الأزهر الشريف وإن كان الاسم يعني طرابلس لكن هو عموما لكثير من علماء من خارج طرابلس من المنطقة الغربية وحتى الشرقية وغير وغير يعني يبقى فعلا دكتور أنا أجدد الدعوة وكما هو لسان حال المشاهدين أن هي دعوة عامة يعني فعلا الشخص يتناول علماء المنطقة متاعه وغيره شكلك الشيخ عثمان الترهوني شكلك الحضور مرة ثانية ورب. نعم. يحفظك. نعم. وشيخنا أخذا من النقطة اللي هي وردت في السؤال اللي هو التوثيق وغيره في كثير من الأفاضل العلماء الليبيين اللي يعني قدموا الكثير وعطاء كبير هو بل أعطي وليست عطاء واحدا ومع هذا وكأنهم مغمورين في الذكر هل هذا راجع أنهم مثلا فرضا ما عندهمش ظهور إعلامي يعني بالمعنى الصحيح على القنوات لم يتم تسجيلهم يعني لا رواية شفوية ولا مثلا في الراديو ولا في التلفزيون ف
يعني هل هذا هو السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله العلي القدير رب العرش العظيم أن جعلنا من طلبة العلم ومن أهل العلم وجلسنا مع أهل العلم، وبعد فإني أبارك هذه الليلة صيام رمضان للأمة الإسلامية في كل مكان. كل عام وأنتم بخير، ونحن في ليلة طيبة مباركة، ليلة الجمعة، تزداد هذه الليلة نورا وبهاء من وهي ليلة من ليالي رمضان وليلة من ليالي الجمعة. أما عن سؤالك فنقول أيها الأستاذ وللجميع وللمستمعين، مررنا بكثير من العلماء، هم الآباء وهم الأساتذة وهم الشموع الأولى، أضاءوا لنا الطريق ووضحوا لنا البيان وساروا معنا في كل وقت، حتى منهم من ما زال حيا ومنهم من انتقل إلى جوار ربه. أسأل الله أن يسكنهم في أعلى أهلين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. من واجبنا أيها المسلمون في كل مكان وأيها الليبيون، لا بد أن نعترف بالجميل. صحيح. وأي شيء أقوى وأفضل من عطاء العلم؟ جميل. جلسنا مع علمائنا الكبار، وليس لهم صوت في ليبيا بس، بل كان في العالم. صحيح. إذا خرجوا إلى العالم أشاروا إليهم بالبنان، في المغرب، في الأزهر، في السعودية، في سوريا، في كل مكان. ولا زال طلبة هؤلاء يمتازون بما شاء الله بمجهودات جبارة في العلوم الشرعية وغيرها. ونذكر من هؤلاء الأفاضل، أسأل الله أن يتقبلهم بالرحمة. وقبل أن أذكرهم نسأل سؤال يا شيخ أحمد. نعم نعم. سؤال لكل مسؤول ولكل من أهل البلد، لماذا اختفى هؤلاء العلماء؟ هل هذا هو الواجب نحوهم؟ لماذا اختفوا؟ لم نذكرهم في المناسبات. صحيح. ولم نذكرهم في الإعلام. صحيح. ولم نذكرهم حتى في المساجد. صحيح. مساجدنا الآن تحمل أسماء بعيدة، نعم، احتراما للصحابة وللتابعين وللعلماء، نحترمهم ونجلهم ونقدرهم ونحبهم، ولكن لا ننسى من كان له فضل علينا. نعم. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدأ أدلاؤه. جميل. وهم أدلاء. جميل. لينا. نعم. لولاه والله ما عرفنا حاجة. نعم نعم جميل. ففز بعلم تعش حيا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. جميل. من يحيي هؤلاء؟ أنت وأنا وهذا وهذا. جميل. أقل ما فيه أن نشير إلى المساجد اللي كانوا يدرسوا فيها. صحيح. نبدأ، معلش يسامحوني. نعم. احتراما وتقديرا لشيخي وأستاذي وشيخ العالم وشيخ طرابلس. إذا قلت شيخ طرابلس الإشارة كلها البنان تشير إلى الشيخ عمر الجنزوري. كيف جاي بنقولها؟ خفت نقولها نطلع غلط. صحيح. أين هذا الاسم؟ نعم. أين هذا المقام؟ نعم. كان يشار إليه من العالم. نعم. الإسلامي. وأذكر لكم موقف لهذا الشيخ، وبعد أن نستمع عن مشايخنا. في الستينات جاء وفد من مصر، والوفد من أزهر علماء على. نعم. مستوى. جميل. جاءوا لشيخنا عليه رحمة الله، ولا بد أن يذكر هذا الرجل، لأن قال فيه الشيخ علي، الشيخ خليل المزغي، لو اطلع الشيخ عبد الرحمن القلهول على السحاب لأخرج منه قواعد كثيرة. جميل جميل. هذيك سمعتها بأذني. نعم. لم تقل، قال الشيخ خليل المزغي.
الشيخ عمر جنزوري لما جاء الوفد في دار الإفتاء في ذلك الوقت في الستينات واقترب الوقت من الظهر. نعم. فالشيخ عبد الرحمن قالوا لي: الشيخ عبد الرحمن أنت مفتي البلاد، ندوره بنصرف مكان. فالشيخ قاعد يبحث وين يبعثهم وين يبعثهم وين، قال ما فيش قدامي جاء إلا الشيخ عمر جنزوري. نعم. قال أرسلت إلى العلماء. قال لما أرسلتهم، لما أرسلتهم نعم، قال لم يعلم الشيخ ولم نعلم. ايه جميل. ولم يشار إليه أن عندك علماء وجايين لك بحضر الدرس. ايه جاءوا على حين غفلة. نعم جميل. فجلسوا والله أعلم في جامعة الخروبة. نعم. قديما لأن كنت نشيل في جامعة الخروبة. فجلسوا فلما عادوا إلى الشيخ عبد الرحمن قالوا له: يا شيخ عبد الرحمن هذا ليبي، هل عندكم من هذا؟ نعم. فخرجوا يكبرون ويحمدون الله، الله أكبر، على أنهم رأوا هذا مثل هذا الرجل. الله أكبر. نعم. وقالوا في مشايخنا الشيخ عمر جنزوري. نعم. ما شاء الله جسيم تبارك، قال جسمه ليس شحما إنما جسمه علما وأدبا وقرآنا وحكمة. ما شاء الله طرح جميل. ربي ربي رحمة الله على. نعم. شيخنا رحمة الله وعلى أستاذنا وعلى سائر العلماء وكنت وعلى سائر العلماء. نعم. سائر المسلمين. وكان يحبني شخصيا تبارك الله، ونحبه أيضا حتى أتبعته إلى القبر كما هو الحال مع الأستاذ عبد السلام، لأن عندهم علاقة بيناتهم. نعم. أشكر لك هذا طرح جميل. نعم. شيخنا ربي يحفظك ويزيدك عز. بخير الشيخ عبد السلام خليته. نعم. هو مصادف أن الشيخ عبد السلام ربي يحفظه قد يكون لصيق بهؤلاء العلماء بدرجة ربي يحفظه عنده عنهم ذكريات كثيرة، وعنده عنهم يعني ذاك التصور الجميل العطر الزكي عنهم كما هو الحال مع حضراتكم. نعم. شيخ عبد السلام، سيد عبد السلام حبيبنا، أنت أدرى يعني في ما يقال عن هؤلاء الأفاضل السادة الكرام، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فرصة طيبة أستاذ أحمد في هاللقاء المبارك، شرف لنا والله، مع السادة الأجلاء. تحية لك وتحية للفريق المصاحب ولهذه القناة على تبنيها مثل هذه وهم كذلك يحيوك أشياء الجميلة. تحية باسمكم وبكم ومن خلالكم لكل المشاهدين، إن شاء الله كل سنة وأنتم بخير. وأنت كذلك أستاذنا. حقيقة حينما تتحدث عن العلماء أقول هم شموس الهداية وأقمار الدياجي ومصابيح الظلام. جميل. تهفو إليهم القلوب وترنو إليهم العيون أينما وجدوا وحيثما حلوا. جميل. السادة الزملاء فتحوا أمامي أفاق والله للحديث على هذا السادة، هؤلاء السادة الأفاضل. فالدكتور نصر الدين لما تحدث على العلماء في قرون بعيدة، فعلا لما نتحدث تبرز لنا شخصية زي ما قال السادة عثمان، أين هؤلاء؟ نعم. شخصية علمية كان لها الفضل في نشر المذهب المالكي في المغرب العربي، وهو العالم الجليل علي بن زياد الطرابلسي. نعم. هذا تلقى تعليمه بداية تعليمه في طرابلس، ثم ارتحل إلى تونس، ثم إلى المشرق حيث تتلمذ على يد سفيان الثوري، ثم اتجه إلى العراق. جميل. فأخذ عن الليث بن سعد، ثم إلى المدينة المنورة. نعم. عن الإمام مالك إمام دار الهجرة. نعم. فالحقيقة عالم زي هذا يعني أستغرب حينما. نعم. ذكرت ذات مرة. نعم. الكثير يتصلوا ويقولوا كيف احنا ما عندناش. نعم. به أي. نعم. معلومة. هذا العالم قال عنه الإمام سحنون بن سعيد: لم تنتج أفريقيا عالما مثله. وقال عنه الحافظ الذهبي: كان إمام ورع ثقة. نعم. زاهد. ثم تنتقل إلى كثير من السادة العلماء. نعم. عبر. نعم. عدة قرون. نعم.
فلي أنا أذكر مرة كان في خطبة للدكتور أسامة الأزهري في مصر، نعم، وكان في مؤتمر سين صاد آنذاك، وسين صاد طبعا اللي هو الدول بتاع الساحل موريتانيا وكذا، فقعد يتحدث على العلماء في المغرب العربي بادي بدأ من موريتانيا وبدأ جاي للمغرب والجزائر. فأني الحقيقة شدني الحديث هذا، قلت لما يوصل لي ليبيا بيتكلم على من؟ فلما قال وتحط بنا الرحال في القطر الليبي كي، وهنا تبرز لنا شخصية العلامة الشيخ محمد كامل بن مصطفى، يلا، صاحب كتاب الفتاوى الكاملية. نعم نعم نعم. وهو أستاذ للشيخ عبد الرحمن البصيري المحدث. نعم. فالأسماء لما نذكرها، نعم، يعني نعم نعم. شيخنا، ما رأيك والأحب الكرام والمشاهدين في فيديو لبعض الشخصيات؟ ما رأيك نحن نعرض هذا الفيديو وحضرتك تتحدث عنهم؟ ما رأيك؟ باقتضاب يعني، لأنه نعم، هو نعم، لما بتذكر عالم نعم، يعني يحتاج لحلقة بروحه. طبيعي. هو بما يحتاج لحلقة، أولا بما تجود به الذاكرة وبما يسمع به الوقت. يعني نشوفه مع بعضنا بعد قليل فيديو لشخصيات من، يعني أنت حضرتك حتعلق وبعدين الأحبة الكرام نشوفه ونعاونوك يعني. نعم، نشاهد معنا. أتفضل شيخنا. أو كانت تبوها باية إسحاق في حاضر عالم الإسلام لكاتب شكيم الأرسلان جاهد الكفار، حتى احنا جاهدنا الحمد لله. عجالك هذا نايا جذاك هذيك اللي لابس الرداد أحمر ورأسه يقدر صن حاصل في العيش ترحي في السويقة، تبعت من كل مطراح من كل بلدة ليبية، جيك السويقة والزيت والدقيق الشعير، وجيك الخيرات الخيل والسلاح. والحمد لله 63 عام هي ليبيا ما يخص السلاح، حتى أخذها الطليان وقالوا تممنا خلاص البرة، قعدت جماعتنا هاربة وتحارب حتى برة، تكتب المقالات وتفضح بالإيطاليين، وإحنا نحاربوا، ربنا نصرنا إن شاء الله، ورب يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا الله يا الله، يا قريبا لمن ناجاه ويا مجيبا لمن دعاه، نسألك ونحن نحتفل بمولد رسول الله وفي شهر رسول الله، نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، من كان منا مريضا اللهم عجل له بالشفاء الكامل، ومن كان له مريض في بيته أو في المستشفى أو في الداخل أو في الخارج اللهم اشف له مريضه، ومن كانت له مشكلة أعنه على حلها، ومن كانت له مصيبة ارفع عنا وعنه المصائب والبلاء، واجعل دعاءنا هذا يتعارك مع البلاء فيرد إلى السماء يا رب العالمين. يا الله هذا الفيديو نموذج لشخصيتين فعلا فعلا، يعني تذكر على كل واحد منهم شخصية عظيمة، العطاء متاعها كبير جدا. شيخ عثمان، لقد نظرنا إلى الشيخ والرؤية كانت حقيقة صعبة. نعم. فراق. نعم. ما بعد فراق. نعم، رحمة الله عليه. كان يحبنا ونحبه، رحمة الله عليه، ويضمنا إليه في خلوته. تقصد هم اثنين رحمة الله عليهم، تقصد عمر جنزوري وإلا مصطفى التريكي؟ تقصد الزوز. نعم الاثنين. الشيخ عمر هذا تكلمنا عليه، وحقيقة كما قال الأستاذ عبد السلام، لو بتكلم على الشيخ عمر نبو حلقات. صحيح. لكن صحيح. نقول أيها الليبيون، أين هذا الشيخ؟ صحيح. اذكروه، سموا عليه ولو مسجد يا سيدي. نعم. علاش ما تسميش على المسجد؟ ولا الشارع ولا شيء، يعني مدرج يعني مدرج يعني نعم، معلم او نعم، مدرج من مدرجات الجامعه. نعم. علاش؟ صحيح. وبعد اللي عند الشيخ مصطفى حقيقه تريكي، نعم، ربنا يتقبله بالرحمه. نعم. هذا استاذنا، نعم، في الحياه، وكان شيخ الليبيين صحيح العوام،
عن طريق حلقات الإذاعية. كان إذا جاء الشيخ لمناسبة في مأتم أو في فرح كلها وقفت. نعم. تحييه. صحيح. وكلها تكبر. صحيح. سألنا مرة الشيخ علي من بصرات الشيخ علي بيت المال، قال ربي أعطانا العلم. نعم. جميعا ونفتخر، قالوا الحمد لله. قال الشيخ مصطفى ربي أعطاه العلم وأعطاه المحبة. صحيح، الناس تحبه. صحيح. قال الشيخ مصطفى ما فيش واحد تأثر به زي الشعب اللي زي الشيخ مصطفى. نعم. ذات مرة يا أستاذ معلش. نعم. نعم. قالوا كان الشيخ مصطفى تأثيره كان حاضرا وغائبا. صحيح. حاضر يعني نعم في الجلسة نفسها. نعم. في الصالة أو في المناسبات. غائبا في الشاشة. نعم. نعم. واحد قطع الصلاة. صح. كان يصليش، هذا هو ذكرها. ايه. قال لما جاء الشيخ مصطفى في التلفاز في الشاشة قال يكلم فيه. قال لما أشار لي قال كنت نائم، قال فقد. لما فقد قال لي يا كان يكلم فيه هو. يكلم فيه هو كلام الشيخ مصطفى مع نفسه. كان يشير له بإشارة. قال وإذا بي من الفراش قمت إلى مكان الوضوء وضيت وصليت. جميل. قال لولا الشيخ مصطفى ما كنت أصلي. نعم. نعم. فكان الشيخ مصطفى لي تأثير. نعم. وبعد ذلك بارك الله في الليبيين أحياء وميتين، كان لا يفتح مسجد في طرابلس أو ضواحي طرابلس من 200 إلى 300 كيلو إلا بحضور الشيخ مصطفى. نعم. وكانت المساجد إيه تؤخر. إيه. افتتاحها اليوم لا، اليوم الشيخ مصطفى مش فاضي، بعد شهر نأخره شهر. سبحان الله. ونأخره شهرين. نعم. كله. وإذا قالوا أن الشيخ مصطفى جاء أو حضر الشيخ مصطفى فالعالم كله يأتي. سبحان الله. نعم. هو بارك الله فيك على هذا الطرح الجميل. هذا يعني سؤالي لما قلت لك في اللي تبارك الله العطاء متاع ترجمه الإعلام بمعنى ظهوره على الراديو ولا على التلفزيون. فهو من الشخصيات اللي فعلا حبوه الليبيين نظرا لبساطه في التقديم، يعني العلوم يمرر فيها بطريقه محببه لدرجه ان عنده بعض المرادفات وبعض الكلمات اللي هي شدوا على الناس، زي ما تقول مثلا الدين الاسلامي مكويستا، شرعي يقصد بالكويس مكويستا، هي ماناش ما عندهاش جدر عربي لكن وهكذا. فرحمة الله عليه دكتورنا. اللهم اللهم ارحمه. نعم. بالنسبه للشيخ مصطفى التريكي طبعا كان من طليعه اساتذه العلم في ليبيا. أيوة. وغني على التعريف حقيقه، وانا اعرفه شخصيا بالرغم من انني لست من طلاب علم الشريعه. نعم. ولكن لدي أعمامي الدكتور مصطفى العربي والشيخ السنوسي العربي والشيخ عبد اللطيف العربي. نعم. كان يأتينا إلى البيت في مناسباتنا دائما بمدينة مسلاتة، وكان الحقيقة وجوده يضيف. نعم. إطراء في المجالس التي كان موجودا طبيعي. بها طبيعي. وشخصية الشيخ مصطفى التركي غنية على التعريف حقيقة. رحمة الله عليه. ويعرفه الليبيين من جميع المناطق. نعم. في ليبيا. رحمة الله عليه. عطفا على ما تفضل به الشيخ عثمان بخصوص الشيخ عمر الجنزوري رحمه الله، الشيخ عمر الجنزوري حقيقة قام مركز الليبي للدراسات التاريخية بإقامة حفل تأبين للشيخ عمر الجنزوري، وصدر كتابا لمجموعة من الأساتذة الذين حضروا هذا التأبين وقدموا الورقات العلمية والبحثية في شخصية الشيخ عمر الجنزوري، وهذا الكتاب موجود الآن بمكتبة مركز المحفوظات والدراسات التاريخية بمدينة طرابلس. وكذلك أريد إضافة على ما تفضل به أستاذنا حول الإمام الفقيه علي بن زياد الطرابلسي. نعم. علي بن زياد الطرابلسي حسب ما ذكر في إحدى الكتابات للدكتور محمد مسعود جبران أنه درس على الإمام مالك بن أنس في المدينة المنورة. نعم. تفضل الشيخ عبد السلام. نعم. نعم تفضل بها الشيخ. وبالإضافة لليث بن سعد في مصر. نعم. وسفيان الثوري. نعم. في العراق. نعم. نعم. جميل. هذا جميل. بالنسبة لي فيما. نعم. يتعلق بالشيخ. ربي جزينا. نعم. كل خير. نعم جميل جميل. أستاذ عبد السلام. لكن السؤال يعاد معلش سامحني أستاذ. تفضل تفضل تفضل. أين هؤلاء؟ ما هذا هي هم نجوم. نعم. هم النجوم. نعم نعم. لكن النجم لابد أن يبقى. نعم. والله هي قد تكون هذه الحلقة أنا نادي معك. نعم. معلش. نعم. نادي أي الإدارات جميعا. نعم. أحيوا الأسماء هذه. صحيح.
بس حتى جيلنا يعرف. تو الآن في بعض المشاهدين يقول لك من هم هذوما؟ نعم من هم هذوما؟ الشيخ مصطفى عنده حوالي أكثر من 30 حلقة في الحج. نعم. وللآن ما فيش واحد سجل حلقات في الحج زي الشيخ مصطفى. نعم. نقولها بصراحة وبشهادة مشايخنا. أين هي؟ هل هو أكثر من شيخ تعالى للشيخ خليل مزوغي عبد اللطيف شويرف، هل هو أكثر في الحضور الإعلامي؟ لا قصدي قصدي كحضور إعلامي في التلفزيون وفي الراديو. معروف الشيخ عبد اللطيف صحيح. نعم شكون اللي أكثر ظهورا يعني؟ لكن نبه الناس ما يخلد ذكراه. نعم نعم نعم. على مدرجات صحيح، على مساجد صحيح يا سيدي، حتى من رمضان لرمضان. نعم صحيح. وبارك صحيح. الله فيك انت اللي لا هذا هذا وجهك حياتها الليله المباركه. احنا نبتغي الاجر والثواب ان شاء الله، ربي يغفر لهم ويرحمهم. نبتغي. تفضل. مؤخرا انا طبعا كنت عميد لكليه الاداب والعلوم بمدينه مسلاته، فتوفى الشيخ ابراهيم الزنيقري في الفتره الاخيره، وهو احد اعلام الحقيقه وائمه القران الكريم بمسجد المجابره بمدينه مسلاته. فاقمنا حفل تأبين لفضيلة الشيخ إبراهيم الزنيقري، وقمنا بتسمية إحدى القاعات في كلية الآداب والعلوم مسلاتة باسمه. نعم هكذا تخليدا له. نعم. ولذكراه الطيبة طبعا ولجهوده في تحفيظ القرآن الكريم في مدينة مسلاتة وفي شتى ربوع المدن الليبية التي قام بالتدريسها حقيقة. هذا تفضل. نعم هو سبحان الله على كلمة حفل تأبين أو أسبوحة تأبينية ولا يعني أمسية، هو هذا شيء جميل، وكون أن تسمى واحدة من القاعات ولا مدرجات باسمه برضو جميل، لكن علاش نصبر ونستنوا مش على حضراتكم، نحكي بصفة عامة على كل المبدعين على كل أصحاب العطاء، مرات نستنوا العلم الشخص يعني يتوفى الله سبحانه وتعالى ونقيم له حفل تأبين أو هكذا، علاش ما تكون شيء استبقائية وهو حي مثلا، والاهتمام به زي ما قالش في صحته، لأن أغلبهم يعني بالعمر صحة يعني تولي تعبانة ويحتاج إلى عناية ورعاية، لكن هذه نقطة مش ملامة ولا هذا حدث. نعم. مثل هذا الشيء. نعم. حدث حقيقة لفضيلة نذكر فيه باستمرار لكون أن عنده اهتمامات الحقيقة، واحد من تكلم وعنده كتاب علي مصطفى الشيخ مصطفى كامل. نعم. اللي هو الدكتور محمد مسعود جبران أقيم. نعم. له حفل وهو حيا. نعم. تكريما له وعلى جهوده العلمية التي قام بها. نعم. في تخليد ذكرى العلماء في. نعم. ليبيا. نعم. وأقيم له حفل تكريم وألف عليه كتابا كاملا وشارك فيه العديد من الباحثين من مختلف المدن الليبية. جميل. أقامه المركز الليبي للدراسات والأبحاث التابع لمؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي، وكان موجودا. نعم. الشيخ أو الدكتور محمد مسعود جبران لهذا الحفل. نعم. نعم. وهذا طبعا من الأشياء الجميلة اللي نتمنوا. أيوة. نعم. زي ما تفضلت حضرتك. نعم. أنها تستمر. نعم. لبقية هؤلاء. نعم. الشخوص. نعم. نعم. في حياتهم. نعم. وشيخ أحمد اسمح لي بنحيي هالليلة المباركة. نعم. نعم. جامعة الخمس. نعم. اسمها المرقب عليها. المرقب. نعم. هذه الجامعة وقفت وقفة مشرفة والحمد لله. الحمد لله. استقبلت الشيخ عبد اللطيف شويرف واعطاته الشهاده. نعم. العليا. صحيح. دكتوراه. نعم. دكتوراه. نعم. مع الشرف كيو. ايه. دكتور. نعم. مع الشرف. هكذا يكون الواجب. نعم. وكذلك جامعة طرابلس. بارك الله ونحيي إدارة الجامعة ودكاترة الجامعة. نعم. الذين استقبلوا شيخنا هذا وهو العالم. نعم. نعم. جميل. هذا طبعا قامت به كلية الشريعة. نعم. هذا العمل قامت به كلية الشريعة بجامعة المرقب برئاسة الدكتور خليفة الجراي حفظه الله. نعم. يا سلام. الذي قام مشكورا طبعا بهذه البادرة الطيبة والجميلة في منح فضيلة الشيخ الدكتورة الفخرية، وهذه تعتبر ليست الأولى وليست السابقة، قامت قبلها جامعة طرابلس كلية الأداب برئاسة الدكتور عبد الله مليطان حفظه الله ورعاه بتكريم هذا المجتهد. نعم. نخبة من الأساتذة الليبيين وتكريمهم. نعم. ومنحهم. نعم. شهادة الدكتورة الفخرية. نعم. كانت لفتة طيبة. كانت لفتة طيبة. نعم. نعم. ولهذا احنا نشد على. نعم. مثل الجامعات والمراكز. نعم. البحثية. نعم. أن تقوم بمثل هذه المبادرات. نعم. ومنح من يستحق. نعم. نعم. هي الشهادة هناك من يحمل الدكتوراه. نعم.
وليس لديه علما بعض الأحيان، وهناك من لا من ليس لديه دكتوراه ولديه المؤلفات والكتب والمشاركات، والحقيقة دي موجودة في ليبيا. نشكر مرة ثانية جامعة المرقب على هذه البادرة، ونتمنى استمرارها مستقبلا بعون الله تعالى. استاذ عبد السلام، أتمنى أنك أنت تأخذنا في جولة، حنستعرض بعض الشخصيات نتحدث عنهم بما جاد الله سبحانه وتعالى من ذاكرة طيبة، وأنك أنت لصيق بهم وكذلك تتلمت على البعض منهم أو حتى من جانب الرفقة والصداقة مع البعض. نشوفهم بعض. نعم نعم، كانت عند دروس في جامع الناقة. نعم، وهو زي ما أسلفتني هو تلميذ للشيخ محمد كامل مصطفى. جميل جميل، كمحدث زمان دائما كان لما يذكر الشيخ عبد الرحمن البصير يقول المحدث. نعم، خاصة في علم الحديث، يعني في علم الدراية والرواية، يعني غفر الله وارحمه رحمة الله عليه يعني. كل خير. نعم، هذا سمعنا عنه يعني، وهو في بعض العلماء كنا فعلا يعني عاصرناهم وربك أكرمنا بالجلوس معهم، وفي بعض العلماء حدثونا مشايخنا طبيعي عليهم طبيعي. وفي طبيعي. زي مثل الشيخ عبد الرحمن البصير سمعنا عنه الكثير يعني من أهل طرابلس. هو كذلك عنده أوجع عطات أخرى، عنده كثير من الواحد كثير من مؤلفات الشيخ عبد الرحمن البصير. هذه صورة الشيخ أستاذ أحمد، هذه صورة الشيخ، ومن يقف وراء هذا الشيخ؟ حضرتك ولا؟ أي صحيح. أحكي لنا عليها. هذه الصورة في 65 تقريبا. أنا فاجأتك بها. باهي. ما شاء الله. أنا فاجأتك بها. أي صحيح. فأحكي لنا عنها. هذه والله كان فيها ختم قراءة قصة المولد النبوي الشريف. وأذكر كانت ليلة مباركة، هي كان موجود فيها يعني كبار المادحين. نعم، تالي الشيخ عبد القادر الجزيري والشيخ علي الخضر والشيخ فاتح النعال والشيخ محمد بوسنين، أو مجموعة كبيرة طيبة يعني. فكان الشيخ علي الغرياني من ضمن الحضور، فأنا كنت مفروض نجلس في مع المجموعة في المدح، لكن بمجرد ملمحت الشيخ علي الغرياني قلت له ما أنا إمكاني بحدا غريك والله، فجلست. الشيخ علي الغرياني هذا الحقيقة تقال لما تتحدث عليه يعني أفنى حياته كلها في العلم الحقيقة تقال، وتخرج عليه يديه الكثيرين. كان إمام في جامعة المغاربة، وكان يعني مدرس في القسم العام في أحمد باشا، وكان إمام يعني إمام وعظ حتى هو في جامع أبو منجل وجامع مزران، في جامع مزران أقصد. أن نعرف أن كان يوم السبت فجر السبت يكون، لأنه يسكن إقامته في تجورة، فيجي فجر السبت معاش يرجع لتجورة إلا عصر الخميس. نعم نعم، وهو متنقل ما بين جامع المغاربة وجامع جورجي وجامع مزران رحمة الله عليه. نعم، وكان يعني ليلة 27 في رمضان. نعم، كان يختم في صحيح البخاري في جامع قرش. نعم، نعم، هذا الشيخ المهدي بو شعالة رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. نعم، هذا الشيخ المهدي بو شعالة، أنا ذكر لي ابنه عبد الباسط قال لي أول ما تخرج وكمل دراسته عينوه إمام في جامع بن صوان في كشت الصفار. جميل. وكان طبعا أستاذ في معهد أحمد باشا وواعظ في أحمد باشا غذيك في والحقيقة أحمد باشا المسجد. ما قراش في مدرسة أحمد باشا إيه في المعهد أحمد باشا. أحمد باشا كان تطلق عليها كلية أحمد باشا. نعم، كلية في القسم العام تمييزا على في القسم العام هي في القسم العام. نعم، لكن هو في بداية حياته في ظني في 50 هيك 51 عينوه إمام في جامع بن صوان في كوس الصفار في المدينة القديمة. نعم، وعندها ما شاء الله استمر عليه من والة ما شاء الله أبناء يعني الشيخ محمد استمر في الدروس حتى هو في جامعة درغود، وعنده ابن عبد الباسط إلى الآن يعني. نعم، من مدرسي القرآن تبارك الله.
هذا الشيخ عبد الحميد عاشور رحمة الله عليه وعلى سائر المسلمين. الحقيقة الشيخ عبد الحميد عاشور بالذات في رمضان كان عنده درس شهير في جامع شايب العين. شايب العين. نعم. وأنا حكى لي شيخ محمود قشاشي يقول لي إذا كان ما تمشيش من الساعة 10 صباحا ما تحصلش مكان. جميل. جميل. أوف. يبدأ في الدرس متاعه حتى لصلاة الجمعة. تبارك الله. الشيخ عبد الحميد شعر بالقامات يعني من القامات العلمية. نعم. صوته جهوري. نعم. يعني الحقيقة تقال رحمة الله عليه من كبار مشايخ ليبيا الشيخ عبد الحميد. نعم. وأعتقد أن تفكر فيه هو اللي طالب زمان فصل القضاء الشرعي عن القضاء المدني. هو صار حقيقة كثير هذه. طلب منهم فصل القضاء الشرعي عن القضاء المدني. يعني هذا شيء. يحكيها لي الشيخ محمود لمين قشاش رحمة الله عليه. نعم. وصراحة طلبها يعني. نعم. هذا شيء مش هذا الشيخ عبد الحميد عاشوري. نعم. رحمة الله عليه وعلى ربي يغفرهم جميعا يرحمهم. هذا كان من كبار الوعاظ في شهر رمضان بالذات يعني. نعم. شهر رمضان بالذات فعلا يعني شايب العين هدايا يعني يمتلي سواء البيت او الصحن او السدة. نعم. يعني كلها تمتلي يعني. نعم. هم طبعا الشيخ محمد المصراتي. ايوه. نعم. رحمة الله عليه وعلى سيدنا. هذا من أحد مشايخ الشيخ عمر الجنزوري. أيوه. أحد تلاميذه ولا أحد مشايخ؟ شيخ مشايخ. نعم. شيخ. أوكي. ما لنا بالعمر. طبعا هذا السابق. لا ما لحقناش عليه. سمعنا عليه. نعم. يعني. فهمت. جميل. الشيخ من كبار وعاظ كان. نعم. في جامع الناقة وكان حتى في جامع درغوت كان يعطي في دروسه وكان يعني حريص أن على أن المسلم يلتزم بدينه خاصة في شهر رمضان المبارك. عنده دروس يعني في جامع الناقة وفي جامع درغوت الشيخ محمد المصراتي رحمة الله عليه وعلى سائر المسلمين. نعم. ربي يتقبل برحمة جميعا ويجازيهم عنا كل خير. أمين أمين. والله هؤلاء يعني تقدر تقول يعني ضحوا بحياتهم الطريق. في زمن يعني لم ما فيش الوسائل الإيضاح. نعم. مندثرة. نعم. مش الشيخ. نعم. عبد اللطيف شويرف العلامة ربنا يعطيه الصحة والعافية. ربي يتقبله يا رب يطيب عليه بخير في هذه الليلة المباركة. نعم ربي يطيب في عمره. والحقيقة العطاء تاع الشيخ عبد اللطيف شويرف سواء عبر الأثير يعني. نعم. من زمان في الإذاعة المسموعة قبل ما يجي. نعم. التلفزيون. نعم. نعم. أو حاليا. نعم. يعني دروسها. نعم. في هو أنا بنمر المعلومة الآن بإذن الله تعالى عندي شخصيتين سنفرد لهم حلقتين إن شاء الله العلامة الكبير الأستاذ عبد اللطيف شويرف ربي يطول في عمره ورحمة الله عليه العلامة محمد مسعود جبران هذه الشخصيتين بإذن الله وأشياء علي كل معلومة أن الشيخ محمد مسعود جبران ألف كتاب على الشيخ عبد اللطيف الشويرفي. نعم بإذن الله يعني حلقتين هذوما ربي يوفقهم. والإشارة حتى لما ذكر الأستاذ الدكتور نصر الدين أن فعلا مركز الجهاد الليبي لما دار يعني ندوة كان من ضمن المتحدثين على الشيخ عمر الجنزوري الشيخ عبد اللطيف الشويرف. نعم. والشيخ والدكتور خليفة التليسي وعبد الله بنون وعلي. نعم. مصطفى المصراتي مجموعة وحقيقة تقال كانت آخر كلمة للعبد الضعيف يعني. نعم. فهمت. وهي فعلا كانت. نعم. يعني مبادرة من مدير المركز الدكتور. نعم. محمد جراري بارك الله. نعم. فيه. نعم. استاذ عثمان أنا لما نحكي يعني حكاية عادة على الشيخ عمر الجنزوري. نعم. أنا بنحكي عليه زوز مواقف. تفضل. يا سلام. طبعا هو كان دروسه زمان كانت في جامع الخروبة ثم في جامع الناقة بعدين استقر به المقام في جامع درغوت. حتى شوية في اسمها هذه مدرسة عثمان باشا ولا؟ لا هذيك الخلوة متاعه. اي نعم الخلوة متاعه وهذيك المنتدى في الليل. هذا اوكي المنتدى في الليل مؤخرا هي خلية نحل هذيك. نعم القراءة في الليل يجوا الأساتذة يطالعوا له فهمت وللدرس اللي بيلقيه ثاني يوم في الجامعة. وطبعا كانوا لكن راوا درسه القديم بكل اللي قال لي عليه يعني الشيخ محمود كان في جامع الكرباغلي في زنقة الريف في كوس صفار.
كان يعطي بعد المغرب وكان في العربية دروس العربية، وكان يحضر عبد اللطيف الشويرف وعبد الله بنون رحمة الله عليه ويوسف عريبي وميلود عريبي وعلي وريت، كانوا يحضروا عنده في هلال. فنبي نحكي يعني مواقف عليه. الموقف الأول وزوز مواقف. الموقف الأول كان يختم في دروسه يوم 29 رمضان باعتبار اليوم الثاني نعم. اللي هو مش يعني يعيده نعم. وكذا نعم. فكان يختم في دروسه نعم. وكان يعني الختم حدث ولا حرج يعني. فاختم الدرس يوم 29 رمضان، لكن شاءت الأقدار أن هو ما كانش رمضان 29 كان 30 فأنا مريت زي العادة خلاص بنروح، وبنروح لما من العمل مر من جامعة درغوت لقيت الجامعة مفتوح، استغربت يعني أمس ختمنا الدروس نعم. كذا كذا، فدخلت لقيت الشيخ مستمر في درسه ومتحولق حوله 17 نفر أو بس هذا العدد باعتبار خلاص ختمنا نعم. لكن الشيخ لا يفتر على إعطاء الدروس سبحان الله. وشاءت الأقدار كان هذاك آخر رمضان يا الله ربي تقبله برحمته إن شاء الله. وفسر فيه آخر آية فسرها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن شاء الله هو هكذا يا ربي كانت وداعا وداعا. أما الموقف وهو فعلا كان يوم وفاته، فاحنا قاعدين في خلوة نعم في عثمان باشا نعم. جي واحد قال والله كنت عند الشيخ عمر الجنزوري، عند الجنزوري لكن حالته تعبه في السياق نعم. فالدكتور كان دكتور فرج الوفلي نعم. تلميذ محبب لي فقال لازم نمشي ليه الشيخ نعم. يحكي هو ودي بسرعة نحكيها، قال بمجرد ما خشيت عليه بعد المغرب قال لقيته في حجرة يردد فيها الأبيات هدية: يا ربي قد عجز الطبيب فداويني بخفي لطفك واشفيني يا شافي، أنا من ضيوفك قد غدوت وإن من كرم المضيف اللطف بالأضياف. تبارك الله وكنا الله وكنا شعار بدون الأجر كما يقال. دكتورنا زي ما فهمنا من الأحبة ومن حضرتك وكما هو معروف أن التوثيق جزء يعني أهميته كبيرة جدا لعكس سير ومناقب وفضائل هؤلاء الأساتذة الكرام، وأنت صاحب تجربة في هذا الخصوص، رجاء لو تحكي على مثل تجربتك الخاصة في تجميع زي ما تقول مثلا المعلومات وكما يقال عن حياة مثلا الأساتذة الكرام اللي في يحتوي هذا الكتاب. طبعا عند الخوض في مثل هذه الشخصيات بالتأكيد الخوض في هذه التجربة وعرة جدا وليست نعم. بالسهلة لقلة وجود الوثائق ولقلة وجود التقارير ولقلة وجود الرسائل لقلة وجود الكتابات السابقة لهؤلاء الأشخاص، ولكن ولله الحمد بمجرد البدء نعم. في الكتابة عن أي شخصية من نعم. هذه الشخصيات من أولى الأشياء نعم. التي أقوم بها التعرف على الأسرة نعم. وعلى طلاب الشيخ الذي أود دراسته وتجميع الوثائق والمعلومات الخاصة بهذا الشيخ وخاصة جميل. الرواية الشفوية جميل. والرواية الشفوية في أغلبها من طلاب هؤلاء المشايخ أو من طلاب طلابهم، لأن عادة في الرواية الشفوية عندما تكثر فيها العنعنة يحدث فيها الضعف، ولكن أنا في هذه التجربة حاولت بقدر المستطاع أن أكون أتلمس الرواية الشفوية جميل. من واقع الأشخاص مباشرة الذين كانوا يدرسون على هؤلاء المشايخ. وأذكر على سبيل المثال من هؤلاء المشايخ الذين الحقيقة تزهر بهم المساجد الليبية وكان لهم دور في تحفيظ أكثر من 1000 حافظ للقرآن الكريم، الشيخ منصور السنوسي الإنداري بزاوية عبد الواحد الدكالي. هذا الشيخ الجليل لديه من الطلاب أعداد كبيرة من مختلف المدن الليبية وفي كامل التراب الليبي، ولهذا كانت العملية سهلة جدا في الكتابة عليه وأخذ المعلومات عن شخصيته يعني نعم. نعم. وحاولنا الكتابة عليه بشكل مستفيض
وحاولت الحصول على الوثائق الخاصة بهذا الشيخ وبعض الكتابات التي كان يكتبها وبعض خطب الجمعة التي كان يخطبها والعديد من المعلومات الحقيقة التي توصلنا إليه وغير ذلك. فنجد هناك بعض العلماء، لا نريد أن نحدد شخصا بذاته، ولكن هناك بعض الأشخاص وبعض الشخصيات تمثل ليبيا وكان لهم دور كبير الحقيقة هؤلاء العلماء في نشر العلم خارج ليبيا وليس في ليبيا فقط. وأذكر منهم على سبيل المثال محمد صالح السنوسي، محمد بن صالح السنوسي، هذه الشخصية الفدة كان من حملة كتاب الله وكان من الذين يشار لهم بالبنان حقيقة. هذه الشخصية في سنة 1885 كلفته الإدارة العثمانية بعملية جمع الضرائب من أهالي مدينة مسلاتة. فعندما خاض هذه التجربة وجد أنها مرهقة لأهله فرفض القيام بهذه المهمة وفر إلى مصر ومن مصر إلى الأردن واستقر في الأردن وأصبح من أكبر قضاة مدينة السلط في المملكة الأردنية. تبارك الله، تبارك وإلى يومنا هذا ما زالت أسرته موجودة في الأردن. تبارك الله. ومن الشخصيات الحقيقة التي الله. نعتز بها في التاريخ الليبي. شيخ عبد السلام، ما رأيك في جولة ثانية مع بعض العلماء؟ يا مرحبا، نشاهد معا. الله عليه وعلى سائر المسلمين. الله يرحمه. هذا الشيخ عمر الجنزوري. نعم. الشيخ محمود المسلاتي. نعم. ووالده عمر المسلاتي كان مفتي المالكية. وكان في جامع جورجي والده. الشيخ محمود المسلاتي يتميز في دروسه في على بقية المشايخ. كان عنده درس كل جمعة عقب صلاة العصر. صلاة العصر. سبحان الله. في جامع أحمد باشا. تعرف عيان، ما نقولكش عيان طرابلس، طرابلس كلها تلقاها بعد صلاة العصر. فهمت، كلها واخدة أدراجها إلى جامع الباشا لحضور دروس الشيخ الشيخ محمود المسلاتي. وفي رمضان درسها بعد صلاة التراويح، عقب صلاة التراويح. جميل. الشيخ محمود تولى حتى وزارة العدل، ناظر العدل هو. فهم الشيخ محمود المسلاتي كان دروسه في التفسير، كان يفسر في القرآن، قالوا لي قعد 20 سنة. تبارك الله. اختم في تفسير القرآن الكريم. رحمة الله عليه وعلى سائر المسلمين. رحمة إن شاء الله. والله يتحفتون بهالصور الجميلة هذه. والله هي شيخنا وسادتنا. أنا وجدت صعوبة. أعترف صبيحة رب. والله العظيم. كبير فعلا. وجدت صعوبة في شكون ناخذ من الشخصيات شكون ما ناخذش. هذا على ذكر بكري الشيخ عثمان قال وفد مصري زمان في تقريبا في بداية السبعينات 70 كذا جابوا مجموعة كبيرة من مصر. نعم. علماء من مصر لدروس الوعظ. نعم. طبعا جو حضروا درس. ايه. حضروا درس للشيخ محمود المسلاتي. وهو كانت عنده لكنة، لأن باعتباره أزهري وقعد هلبة في مصر، كانت عنده لكنة يعني في اللهجة المصرية. مصرية. كلهم هذوك أجمعوا على أن هذا مصري يعني ما هوش ليبي. لكن بعدين تحدث معاهم واستعرض شيخنا هذا يا شيخ عز الدين غرياني. رحمة الله عليه. الله شيخ عز الدين غرياني رحمة الله عليه. من فقهاء هذا من كبار علماء وعضو المجمع الفقهي في المغرب العربي. نعم. حقيقة قال وقال فيها للدكتور محمد النيفر في تونس هذا رئيس بيت الحكمة كلام كبير يعني في حق الشيخ الدكتور الأستاذ عز الدين غرياني وله مؤلفات وله مصنفات جامع الأمهات وحاشية الحطاب. وكان الحقيقة قال رغم يعني أعباءه الوظيفية فكان هو حريص أن يعطي الدروس وخاصة في رمضان. واخر هو بروحه قال انا نبي ننهي حياتي الدروس الرمضانيه في جامع الناقه. تبارك الله. تبارك الله. وفعلا استمر فعلا في جامع الناقه، قعد يحيي في دروس انت على الساده الاجلاء حتى لا تنقطع هذه العاده الطيبه، لان جامع الناقه راه كان خليط نحل. سبحان الله. انا اذكر والله العظيم يعني في رمضان. نعم. في رمضان نقولها لك يعني اول من يبدا الشيخ محمد الهادي نديش. نعم.
من مدينة زليتون هو، وكان مقيم في المدينة القديمة، يبدأ الدرس متاعه من الأحداش، وكان بعده يعقبه يجي الشيخ علي مسلاتي والشيخ محمد الأنصاري، بعدين يجي الشيخ محمد الأنصاري، وكان أيضا حتى الشيخ الطيب المصراتي رحمة الله عليه حتى هو عنده درس في جامعة الناقة، والشيخ محمد الأنصاري زي ما قال لك، لكن بعد العصر كان هذا مخصص للشيخ مصطفى الترك. سبحان الله، جامعة الناقة ديما يشار إليه إنه يقول لك، وكان فيه كان فيه حتى الشيخ أحمد الخليفي يدرس في أحمد الخليفي يدرس في جامعة الناقة، الساعة 10 أو 11 إلى المغرب، ما قبل المغرب أربع ساعات. جامعة الناقة قلت لك يشار إليه، وكان هو مثلا مدرسة أو كلية، علما أنه هو مسجد قصدي من كتلة العلماء اللي يعطوا فيه واحد رواحد. هذا الشيخ نعم. محمد العماري نعم. كريدان رحمة الله عليه، أظن توك توفي مؤخرا الشيخ محمد كريدان. الشيخ محمد كريدان له دروس في العديد من المساجد، وكذلك أيضا دروس تلفزيونية، وعنده دروس في التلفزيون، وعنده شيخ عمر الجنزوري. هذه جميلة الصورة هذه، لأن في الخلوة متاعه اللي كان في عثمان باشا. أيوه عثمان باشا، هذه في عثمان باشا الصورة متاعه، لأنه هو التزم بعثمان باشا باعتباره قريبا من بيته. أيوة، والناس درتها التسمية من متسع عثمان باشا إلى خلوة الشيخ الجنزوري. أيوة، الشيخ عمر الجنزوري هذا قال فيه قصائد كثيرة، يعني الشيخ مرثية قالها فيه. نعم. الشيخ عبد السلام خليل، عمر سووت إلى جوار محمد خير الهداة تحفك أملاك. نعم. رحمة الله عليه وعلى سائر المسلمين. والله جولة جميلة هذه يا شيخ، نزال عندنا إن شاء الله، ما شاء الله يا رب، يعني إن شاء الله نحصل وقت إن احنا نلحق إن شاء الله. شيخ عثمان، نعم، لو قلنا احنا المنارات العلمية ولا المدارس ولا الجامعات ولا المراكز الدينية المشهورة في ذاك الوقت اللي هي الأزهر الشريف والزيتونة، وعندنا احنا هنا وهناك، يعني كما قال عندنا في داخل طرابلس، وعندنا الجغبوب، وعندنا البيضة، وعندنا يعني وكذلك الأسمرية ومسلاتة وغير. لو تتكرم من هؤلاء الأساتذة الأفاضل هيك، يعني فرضا لو تتحدث مثلا فلان مثلا من الأزهر، فلان مثلا كذا، إن أمكن أخذا من الكتاب اللي أشرنا إليه في البداية اللي هو مشايخ وعلماء طرابلس في الأزهر الشريف، تحية لكاتبه الأستاذ محمد الباهي، وزي ما قلنا كاتب طرابلس لكن هو منطقة غربية، وبعض شخصيات حتى من بنغازي ومن الجنوب كذلك. والله بالنسبة لي طرابلس اللي أكثر شيء نعرفه اللي درسونا في معهد أحمد باشا. نعم. في الظهرة كان مديرنا الشيخ طيب المصراتي معروف، وكان يدرس بالسيد الأزهري. ما سمعتكش، من كان المدير؟ كان طيب. مدير الشيخ طيب المصراتي. نعم. هذا رجل معروف ورجل عالم. نعم. كان عنده وقفة حقيقة ما عند حد، وقفة مع المدرسين. نعم. إذا غاب المدرس لا يسأل عليه بل يدخل في مكانه، تبارك الله، ويقول لنا وين واقف الأستاذ. أيه. أي مادة في اللغويات والشرعية، هذه فيها دلالة أن الناس هؤلاء يعني تبارك تمكن. الله مطلعين ثقافة عالية وعندهم شمولية، وراوي يخش بدون زعل وبدون كذا. نعم. يعني يعتبر فيها مشاركة، هو يعتبر ويفرح انه يخش. نعم. هذا بالنسبة للشيخ طيب مصراتي. نعم. وكان خطيب في جامع بورقيبة. نعم. كان حتى في جامع بورقيبة إذا خطب الشيخ الطيب. نعم. الطريق تبارك الله. بعد ذلك كان عندنا بعد مديرنا الشيخ سالم المقوري. نعم. وهو الفرضي. نعم. هذا إذا أشرت إلى علم الفرائض فيقولك عليك بسالم المقوري. نعم. وبيقولوا ذات مرة في المغرب أنه ماشي عضو ماشي رئيس عضو مع اللجنة. نعم. المؤتمر توقف في مسألة والشيخ جالس القاعة جالس في المنصة، فتوقف المجلس فارفع إيده الشيخ، فتكلم في المسألة حتى القاعة قامت بما فيها. تبارك الله تبارك الله، كلها تحية. تبارك الله. فقالوا لي أيها الشيخ ليس مكانك أنت، مكانك في المنصة. تبارك الله. وكان نعم. شاعر، وشاعر عربي وشاعر شعبي. نعم تبارك الله. وكان بن عاشور، شارع بن عاشور، كان الفتاوى كلها عنده. ما هو كان خطيب في جامعة سيدي عبد الغني. عبد الغني وراه من الأساتذة الرسميين في الدروس الحسينية. عند الملك المغرب. نعم. رمضانية. ثم بعدك معلش شوية
أن الشيخ محمد الفتوري شفاء الله ربي إن شاء الله يمتعب الصحة ونحيوه في هذه المباركة من القناة. اللهم أمين يا رب. شيخنا وأستاذنا وهو الشيخ تاجور كان مدرس للفقه، وكان الشيخ عمر كان يشير له، حتى الشيخ عمر وين بيدير لنا امتحان يقول اللي يصلح في الأسئلة أو اللي حط في الدرجات عالم من علماء مصر عنده الماجستير في الستينات. من اللي عنده الماجستير؟ نعم نعم. ما عرفش اللي في الأخير. نعم. قالوا هذا الشيخ محمد الفتري طشن. نعم. وكان فقيه. نعم. والآن وحد ما عرفني ربي وشهدتكم شهادة لله أنه عالم البلاد في ذلك الآن، يعتبر عالم. نعم. البلاد تبارك الله في المذهب الإمام مالك تبارك الله وله ما شاء الله. نعم. ثم نعم. بعد ذلك عندنا إيه الشيخ علي شويطر. نعم. أظني جايب صور تاني إن شاء الله. أيوة. الشيخ علي شويطر. نعم. هذا عرفه والدي قبل أن أعرفه أنا. نعم. وعرفوا الناس كذلك من خلال المذياع تلفزيون الراديو، لأن عنده برامج كثيرة فيما يتعلق بالعبادات عنده في المذياع. وعنده أول ما تخرج من مصر جاء إلى جامع الهمالي. نعم. في منطقة الرصيد المصري تبارك الله. كان هو خطيب وكان الشارع أيضا يتسكر جامع صغير. نعم. نعم. لكن من وكان عنده. نعم. درس من المغرب العشاء. نعم. نعم. استاذنا هو تبارك الله وفعلا طرح جميل وجزاك الله خير على المعلومات. طبعا انت اشرت ان مثلا قيمه هؤلاء الافاضل، ما ننسوش طبعا المتاخرين من العلماء. لا منسوش. اللي ما زلنا يعني اللي فكرني في هذا لما قالوا للشيخ مثلا تفضل المنصه فمقامك المنصه وغيره، كذلك ما هو متداول الان ان بعض الناس نظرا لتوفر وسائل الاتصال يسألوا علماء من خارج ليبيا هنا وهناك. سامحني الشيخ أحمد. نعم. هذا مشايخنا من تواضعها. نعم. علماء. نعم. لكن متواضعين. صحيح. الشيخ عمر جوزون نعود له معلش، لأن مكتبه في. نعم. حياته كان أظني واحد محاضر من الجزائر أو المغرب يلقي في محاضرة. نعم. في المعهد، معهد مالك بن أنس أو مالك أحمد باشا يسمى باسمه، فكان يلقي في محاضرة. بعد المحاضرة كانت الأسئلة توجه لي دائما للمحاضره. نعم. المحاضره المستمعين لهذا مسجل محاضر. نعم نعم. فبين السؤال جابوا. نعم. له سؤال، توقف الشيخ. نعم. المحاضر بتواضعه. ايه. وباحترامه. جميل. قال من يتفضل يجاوب على هذا السؤال. نعم. فقاعتنا احنا قاعتنا في المعهد. نعم. كلها قالوا الشيخ عمر تبارك الله تبارك الله اشاروا ليه. نعم. فالشيخ عمر كان متكئ قديم هذه جلسته. ايه. ايه. نعم. قال الشيخ عمر قال نحيي الشيخ العالم الجليل. قد. نعم. ما شاء الله. نعم. وبالتالي بعد ما دار دور احترام للشيخ وتقديره جاوب على السؤال. نعم. فكل القاعة قام تبارك الله تحية. نعم. تبارك الشيخ. وحتى المحاضر. نعم. قال عندكم العالم هذا وانا اتكلم سامحوني. هي النقطة الأخيرة استاذي. هذه اللي كنت بنمثل، قلت زمان اوكي كنا نقول متى هؤلاء الأشخاص، وحنا الآن في هذه الجلسة المباركة نترحم عليهم ونحاول نتحدث عنهم ونسلط الضوء عليهم على حياتهم مناقبهم مآثرهم يظهروهم. نعم. لكن كذلك وجب مثلا الإشارة إلى المتأخرين منهم اللي قاعدين حاليا معاصرين، وكنت بنمثل قيمتهم وأهميتهم. إن في ناس الآن نظرا لوجود الاتصالات متاحة ومتوفرة ويعني هكذا، فيسألوا في علماء خارج ليبيا عن بعض المسائل الفقهية أو طلبا للفتوى ولا للإجابة، فتكون الإجابة من هؤلاء العلماء خارج ليبيا عندكم ناسكم عندكم علماءكم، علاش تسألوا فينا؟ ومرات يذكروا بعض الشخصيات فلان عندكم فلان عندكم فلان، هذا يبين قيمة العلماء في القديم وفي الحديث. نعم يا أستاذ أحمد. نعم. سامحني. نعم تفضل. وضعتنا في مقام حرج. علاش؟ علاش؟ والله. نعم. لأن من العيب أني نترك علماء جيراننا وناس ونمشي لعلماء ثانيين. أنا ما نتكلم. نعم. على. نعم. فلهم الشرف. نعم. لا لا قلت لك ولهم القدر. تصرفات لكن فردية. من الأولى. نعم. أن يكون. نعم. نعم. تصرفات. ها؟ فردية هي استاذي ومعذورين. لكن بينوا لهم على شيء. نعم. أن احنا رانا عندنا الحمد لله، بل هم سمعت في هذا بعض. هذا ذكرتها أنا استاذي. سمعت في بعض. نعم. الإذاعات يا شيخ والكلام للمشاهدين. يقول لا انتم عندكم علماء في ليبيا اسر علماءكم. هذا ذكرت استاذي، هذا ذكرت. نعم. خلينا ناخذ جوله في شريط لبعض العلماء
نتحدث عنهم إن شاء الله جميعا. ثاني. نعم. من كبار علماء ليبيا وابن حتوى الشيخ محمد زنتاني اللي كان يعني تلميذ عند الشيخ عمر الجنزوري. هذا نعم. الشيخ فاتح زقلام دكتور فاتح زقلام رحمة الله عليه. هذا أستاذ الفقه حتى فقه المقارن يعني. نعم. بيقولوا على الشيخ فاتح زقلام عالم في الأصول كل من قرأ الأصول يرجع للشيخ تبارك الله ربي يقبل ان شاء الله. وليه لي مؤلفات راه الشيخ فاتح معروف. ولي بصراحه يعني دروس حتى خاصه في بيته كان رحمه الله عليه وحريص على ان تلاميذه يعني ما يخلش عليهم باي معلومه. كان بعد المغرب الشيخ عبد السلام كلام المشاهدين إيه؟ كان عنده درس بعد صلاه المغرب يوم الجمعه في جامع العروسي تبارك الله قريب من سكناه هو. أيوة. كان ياخذ الربع ساعة الأولى في الأصول ثم ينتقل لفقه الحبيب بن طاهر. عندهم أدب وأخلاق والله. أيوة. العظيم تفكر فيه. نعم. مرة كان يدرس الشيخ رمضان العلمة. شيخ رمضان مهلهل رحمة الله عليه كان يدرس. نعم. الشيخ مصطفى التريكي شيخ رمضان كان. نعم. يدرس في جامعة الناقة قبل. نعم. صلاة الجمعة بعدين تقدمت بالسن وما عادش قدر. نعم. فوالله جه الشيخ فاتح زقلام بكل أدب فهمت ودار ورقرة. ايه. أن راه طلب مني المصلين. ايه. إني نعطي دروس نظرا لأن الشيخ. نعم. رمضان ما عادش يستطيع. نعم. فهل يعني تسمحوا لي ولا تاخذوا بهال. نعم. الرأي هذا وكذا شوف بكل أدب وكذا. نعم. وفعلا تأدب حق العلم واستمر والله استمعت منه أنه حديث يعني حق المسلم على المسلم خمس. نعم. فهمت قعد فيه ستة شهور تبارك الله تبارك الله. نعم. هذا الشيخ مصطفى التريكي هذا بكري تناولنا. نعم نعم نعم. وشخصيته فعلا. نعم. وراه كان حتى عنده كرسي في الحرمين في المدينة وفي مكة راه كان. نعم. يعطي في دروس. نعم. ومش كل حد راه يعني طبيعي باش السلطات غادي تسمح له لكن مكانته العلميه كبير يعني. الحقيقه تقال كان عنده دروس ولي بنقولها لك راه حتى في اواخر حياته الحقيقه تقال هذه يعني كان يجيبوا فيه وكان يستند. نعم. ما عندهاش يعني قدره على المشي. ايه. كان يستند ويجيبوا فيه لجامع الناقه ويجلس له كرسي ويعطي الدروس. نعم. ما افترش على اعطاء الدروس حتى هو في المرض الشديد. صح. والله الفيديو هذا انا استغفر الله يعني شوف الذاكره خانتني كنت مجهزه. فعلا فيديو مؤثر يبين احترام العلماء والتبجيل لهم وتبين رسالته انه هو مثلا لم يكتفي انه يبقى في البيت ويقول مثلا كذا وكذا يمشي لمجالس العلم لان فعلا كما يقال زكاة العلم إن هو الشخص لابد يمر بدله مع حبابة زكاة العلم بدله يعني فعلا يعني. نعم. تفضل دكتورنا. نعم طبعا على ذكر الزوايا اللي تفضلت بطرح سؤالك عنها هناك العديد الحقيقة من الزوايا الشهيرة في ليبيا ومنها زاوية عبد السلام الأسمر. نعم. وزاوية إبراهيم المحجوب وزاوية عبد الواحد الدكالي وزاوية أبو راوي بتجوراء. نعم. والحديد الحقيقة من الزوايا التي كان لها دور كبير وأبو ماضي نعم. نعم أنا مؤخرا من تقريبا 3 أسابيع قبل شهر رمضان كان موجود مؤتمر في مدينة مصراتة بزاوية المحجوب. نعم. الاحتفال بعمر هذه الزاوية 700 سنة. تبارك الله تبارك الله. وشارك في هذا المؤتمر أساتذة فضلاء من موريتانيا ومن الجزائر ومن تونس وأتوا لنا بحقائق عن بعض العلماء الليبيين الذين هاجروا واستقروا في تلك البلدان ويقدموا كل ما هو لديهم من علم لتلك المناطق التي استقروا بها. ولا ننسى ذكر تلك الزوايا أو تلك المساجد التي قامت بتحفيظ القرآن الكريم بأن من أسسها هناك علماء مغاربة أتوا من المغرب عبر رحلة الحجيج التي كانت يقومون بها واستقروا في تلك البلدان.
جميل. وأذكر منهم على سبيل المثال الشيخ علي الفاسي، هذا سليل مدينة فاس. نعم. الشيخ عبد الواحد الدكالي سليل مدينة دكالة من المملكة المغربية. الشيخ إبراهيم المحجوب أيضا من المغرب الشقيق. وهؤلاء العلماء استقروا في ليبيا وأسسوا هذه الزوايا واهتموا بها اهتمام كبير الحقيقة. وهذه كانت طبعا منارات للعلم الشرعي وللعلم الديني، وكانت لها دور كبير في المحافظة على تحفيظ القرآن الكريم واللغة العربية والدراسات الفقهية وغيرها من هذه العلوم. لا أنسى أن أذكر مثل ما تفضل سيادة الأستاذ بدري على المجالس العلمية، أذكر هنا الشيخ إبراهيم عبد الله رفيدة. دكتور إبراهيم عبد الله رفيدة كان كل شهر رمضان توجه له دعوة رسمية من الملك الحسن الثاني لحضور الليالي الحسنية. الليالي الحسنية هذه يقوم بها في داخل القصر الملكي، وتعطى فيها الدروس الدينية والدروس العلمية من الملك الأول. نعم. وهذه مستمرة إلى يوم هذا. أنا طبعا درست في المغرب وبقيت فيها أكثر من 5 سنوات. وأنت مثل الدكتوراه غادي. نعم. فشهدت هذه الدروس الحسنية وكيفية اهتمام المغاربة جداً بها جداً، وحضور العلماء لهذا. هي متلفزة بالمناسبة. متلفزة. نعم. فالشيخ إبراهيم رفيدة كان له كرسي في الليالي الحسنية بالمملكة المغربية. شرف كبير. وكان له طبعا العديد الحقيقة من المؤلفات والعديد من الكتب، صحبة العديد من المشايخ والأفاضل المعاصرين والذين انتقلوا إلى رحمة الله، منها تفسير القرآن الكريم. آخر كتاب كان لهم تفسير القرآن الكريم صحبة الدكتور محمد جربي والدكتور سالم مرشان والدكتور مصطفى العربي، مجموعة الحقيقة من الأساتذة. أعتقد وصلوا للأعراف تقريبا. نعم، وصلوا تقريبا لسورة الأعراف. لسورة الأعراف. فكان هذا التفسير من منشورات جمعية الدعوة الإسلامية. نعم. فنتمنى أن زي ما تفضل الأستاذ عثمان الشيخ عثمان بالاهتمام بهؤلاء المشايخ وهؤلاء العلماء، إنهم هم النواة الأولى التي انطلقت منها العملية التعليمية وعملية تحفيظ القرآن الكريم والمحافظة على الدين الإسلامي في شمال أفريقيا. فكانت هذه المراكز العلمية الموجودة في شمال أفريقيا، ونذكر منها زاوية عبد السلام الأسمر تحديدا، كانوا يأتون لها الطلاب من كل حدب وصوب. جميل. من مختلف الأصقاع، من ليبيا ومن خارج ليبيا. وحتى جهودها الآن ككلية. نعم. نعم. أصبحت كلية جامعة وليس جامعة. أصبحت جامعة أسمرية. جهودها كبيرة جدا. وأنا في مرة من المرات زرت زاوية يوسف الجعراني. أيضا يوسف الجعراني أيضا هذه الزاوية موجودة بمدينة مسلاتة. نعم. ويرجع وصولها إلى مدينة جعرانة، مؤسس هذه الزاوية الشيخ يوسف الجعراني من جعرانة من المغرب الأقصى. نعم. وجدت في الخلاوي طلاب من النيجر ومن التشاد ومن مالي ومن مختلف الدول الأفريقية، ومقيمين في هذه الخلاوي ويدرسون ومستقرون. نعم. هناك. نعم. أيضا دكتور لا ننسى زاوية الجغبوب. نعم. محمد. نعم. بن علي السنوسي. محمد. نعم. بن علي السنوسي. نعم. هذه كانت للدراسات العليا يعني. نعم. مصادفة تعذر والحصول على اتصال مع حبيب من أحبتنا في بنغازي للحديث عن هذا الموضوع، وكذلك للأسف يعني لك ما زلت في محاولات جارية إن شاء الله. هو تبارك الرحمن شعاع هؤلاء الأحبة ليس مقصورا فقط في البلاد في ليبيا، وإنما تجاوزه إلى ما وراء الحدود. فعلماء كثيرين في مدن أخرى، على سبيل المثال في تمبكتو، يعني المد اللي داروه غادي والأثر اللي سيبوه علماء، لدرجة أن زي ما تفضلتوا حضراتكم يشهد لهم في المجالس وتعطى لهم كذا. وفي هذا من ضمن الشيخ عبد السلام الزنتاني اللي نشر صورته. نعم. من ضمن هذا من العلماء. نعم. اللي في. نعم. نيجيريا. نعم. يعني فتنبكت وغيرها من على ذكر تنبكت حتى أوروبا وكندا وأمريكا واليابان كذلك. على ذكر. نعم. تنبكت أستاذ أحمد. نعم. كانت هناك الممالك الإسلامية التي قامت في أفريقيا في مورى الصحراء، ومن هذه الممالك مملكة غانا ومملكة مالي الإسلامية ومملكة سنغاي. وكان ملوكها أذكر منهم منسى موسى عندما يقوم برحلة الحج، فكانت تعمل لها حسابات كبيرة جدا، وكانت القوافل تعد إعدادا كبير. وكانت طبعا أفريقيا في مورى الصحراء غنية بالمعادن وبالذهب وبالملح وبالعاج وبريش النعام وغيرها. فكانت هذه الرحلة تشق ليبيا إلى مصر إلى الأراضي المقدسة، وفي خط العودة نفس الشيء. من ضمن العلماء الذين اصطحبهم معه منسى موسى لمدينة تنبكتو عبد الله الكوامي الغدامسي،
وهذا كان له دور في إعادة ترميم مسجد تنبكتو الشهير في مدينة تنبكتو وعلى الطراز الإسلامي الحديث. ولدينا لا يومنا هذا حي في مدينة تنبكتو يسمى بحي الإغدامسية. نعم صحيح. نتيجة لوجود هؤلاء العلماء وهؤلاء المشايخ الذين تنقلوا وانتقلوا إلى أفريقيا في مورا الصحراء وكان لهم دور كبير. زي ما موجود في الأزهر رواق المغاربة. الواقع نحب نقدم تحية للكاتب الكبير منصور بوشناف اللي تحدث عن هذا الشأن وأوضح هذه النقطة الجوهرية صدقا اللي هي بأمانة مفخر لنا أن الكلام اللي قاله الدكتور أن المد الليبي إلى ما وراء الحدود ما وراء البلاد من ضمنها تنبكتو ومن ضمنها الحي الغدامسي الموجود والمجالس مجالس أهل الذكر والعلماء. نستدنكم ناخذوا الفيديو الأخير للشخصيات وحضراتكم تعقبوا الشخصيات نشاهد معا. تفضلوا. هذا الشيخ الأمين العالم. نعم الشيخ الأمين العالم سيدي الأمين العالم هذا. نعم وهذا الشيخ علي سيالة بالمناسبة. نعم من كبار علماء ليبيا سوق الجمعة. سوق الجمعة نعم. طبعا من سلالته المفتي. من سلالته المفتي أبو الأسعاد. أبو الأسعاد العالم. نعم. أبو الأسعاد العالم. لكن عائلة العالم الشيخ محمد العالم عند زاوية لحد الآن قائمة بمدينة مسلاتة وقرية هي قبيلة كاملة اسمها قبيلة أولاد العالم منها الشيخ محمد العالم نفس العائلة لا هم عموما عند لديهم علاقة بتجورة والآن جزء منهم كبير جدا مقيم بمدينة تجورة أولاد العالم ولديهم الحقيقة هذه العائلة أحمد العالم الكراتي ابن الشيخ محمد العالم وفي حتى من الشخصيات طبعا في حتى عالم قصدي عالم جليل باسم عائلة العالم في بنغازي مشهور جدا. نعم شوف الصورة الثانية. نعم هذا الشيخ عبد الرحمن القلهود. نعم رحمة الله عليه مفتي ليبيا. مفتي ليبيا الله عليه. نقدر نقول المفتي الأول يعني في المملكة. كان وزير حتى للعدل. لا في المملكة المفتي الأول في المملكة. لا لا قبل أبو الأسعاد. أبو الأسعاد نعم أبو الأسعاد العالم بعدينه. نعم صحيح. هذه في قصة أن الشيخ محمد وأنا حضرت له حتى خطب منبرية في جامع الباشا. نعم كان يعتلي في جامع الباشا وكان خطيب. نعم والخطبة ارتجالية تتمنى ألا تنتهي الحقيقة. صحيح. الشيخ مرة دار دعوة لمفتي تونس وشيخ الجامع الزيتونية محمد الفاضل بن عاشور. نعم دال لها الشيخ عبد الرحمن الهود. نعم. دعوة لزيارة ليبيا. نعم. فجي من ضمن الترتيبات البرنامج كان بيلقي محاضرة وعادة محاضرة تحتاج لمن يقدم المحاضر. جميل. فالشيخ عبد الرحمن اختار الشيخ عبد السلام خليل. ايه. الشيخ والمفكر. الشيخ والأديب. نعم. والشاعر. نعم. والأديب. نعم. فاختاره فالحقيقة لما لقي كلمة الترحيب بالمفتي. نعم نعم. لكن بعد ما كملت نعم. المحاضرة نعم. الشيخ محمد الفاضل بن عاشور قال لي الشيخ عبد الرحمن القلهود اللي قدم لي نبيه هذا فجابه قال له أنت الكلام اللي قلته في حقي ما قالوا نعم. ما يقدروش يقولوا نعم. حتى التوانس على السيرة الذاتية. جميل. فهمت. وبعدين البلاغة والبيان أشياء جميل. ثم سأل عليه قال له أنت وين يعني قرايتك؟ قال له في أحمد باشا. تبارك الله. فطلب منا أن هو يجي في تونس وشكل له لجنة وتم منح الإجازة العالمية من الجامعة الزيتونية. جميل تبارك الله. هذا الشيخ عبد الرحمن السلام خليل القلهود. تبارك الله. الشيخ عبد السلام خليل قام وأنا أذكر أن قال فيه نعم شاعرنا نعم رحمة الله عليه الدكتور عبد المولى البغدادي. هذه الصورة رحمة الله. إيه نعم الشيخ عبد السلام نعم خليل. نعم هذا قال مرتية في الشيخ عمر الجنزوري. نعم ولكن لما توفي قال فيها الشيخ نعم الأستاذ الدكتور عبد المولى نعم البغدادي قال فيها قصيدة مطولة. نعم وخليله
لكنها على ذكر ما يذكر فيه عثمان أنا تعجبني فيها بيتين، يقول غربة العبقري بين ذويه سمة من سمات العصر الرديلي، وبلاد لا يمنح القدر فيها لذوي القدر قدرها في نزولي. تبارك الله. أزمان أنا قريت لك كتاب الأستاذ عبد، يعني هو أستاذ وشيخ، باسم صرخة مسلم. أعتقد صرخة مسلم زمان كان سابق عصره، كان نذكر من ضمن الأشياء اللي قالها، قال نحن العرب نستعرض قوانا العسكرية ومش عارف إيش، وقال هذه مغالطة كبيرة، خطأ كبير. والوقت ذاك كانوا زي ما تقول الصراع العربي الإسرائيلي، فقال استعراض القوات اللي يتم في يعني زي ما تقول مثلا في المناسبات، مناسبات وطنية غيرها، قال هذا مؤشر خطير، قال هذا يستغل العدو لبيان قوة الدول العربية فيصرخ ويدير ما يسمى بالبكائيات، فيتم تسليحه والتضامن والتعاض من قبل هذا الشيخ في كتاب اسمه صرخة مسلم، كان أذكر هذا صرخة مسلم صحيح ولا؟ نعم هذه التسمية. نعم. وعلى ذكر الشيخ رحمة الله عليه محمد فاضل بن عاشور، والده طبعا الشيخ الطاهر بن عاشور، نعم، التحرير صاحب تفسير التحرير والتنوير، التنوير. والشيخ منصور بوزبيدة زميل الشيخ الطاهر بن عاشور، دارسي. وكان دائما قال لي يبعث له في السلام، ودائما في زيارات متبادلة بيناتهم. ربي يتقبلهم برحمته جميعا. آمين. أنا لو تتكرموا نتحدثوا عليه مسألة الشيخ منصور بوزبيدة. نعم يعني قلت لك. نعم تفضل. إيه هو قلت لك الشيخ منصور بوزبيدة كان يعني زميل للطاهر بن عاشور في نفس الجامعة الزيتونية. هذا من علام الجامعة الأسمرية الشيخ منصور بوزبيدة. إيه عارف، لكن لا قري في تونس غادي كاي، وكان زميل بعته والده. حتى الشيخ الطاهر مشي، نعم الشيخ الطاهر مشي ابن الشيخ منصور، حتى هو قريب. هو يعني فيما تحدثت حضراتكم وكما هو لسان حال المشاهدين، يقول لك باهي على من تقع مسؤولية التدوين والتوثيق. نعم. فما هي الإجابات عند حضرتكم دكتورنا؟ المسؤولية تقع على الحقيقة على الباحثين وعلى الأساتذة والمشايخ. أقول لك شيئا، مثل هذا الكتاب الأولى من يقوم بكتابة حول الشخصيات الدينية هم أهل العلم الفقهي والشرعي، لأنهم على دراية كبيرة جدا ببعض حتى المصطلحات التي تطلق فيما بين المشايخ، والتي حقيقة واجهتنا صعوبة في معرفتها، مثلا في من خلال الحلقات الدراسية ومن خلال طريقة تدريس القرآن الكريم استمعنا لبعض المصطلحات مثل الثروة، التعتيمة، التعشيشة، غيرها من هذه الأشياء التي كانت يعرفها طلاب القرآن الكريم دون غيرهم ومشايخ القرآن الكريم. فالمسؤولية حقيقة تقع على في مجال العلوم الشرعية بالذات، تقع على عاتق الباحثين والأساتذة المتخصصين في العلوم الفقهية وفي العلوم الشرعية، لأنهم على الأقل زي ما تفضلت لديهم الدراية بكيفية جمع المعلومة، ولديهم الدراية حتى بكيفية استجلاب الرواية الشفوية من بعض الأشخاص الذين لديهم معلومات حول هذه الشخصيات اللي يمكن الكتابة عنها. فمثلا ما تفضلتوا بدري وتكلمتوا على الشيخ عمر الجنزوري، الشيخ عمر الجنزوري شفت أنا الكتاب جل من كتب عليه هم من طلابه ومن الملاصقين له ومن العارفين به شخصيا، وهذه تزيد البحث العلمي رصانة وقوة. لكن عندما يأتي شخص دخيل من خارج التخصص في بعض الأحيان يقع حتى في بعض الأخطاء التي لا يمكن تلافيها، وبدأت بعد أن تكون أن طبع الكتاب أو طبع البحث أو طبع المنشور. ولكن نتمنى أن يكون هؤلاء الأشخاص جميل الباحثين في هذه الاختصاصات تكون لهم اهتمامات بهذه الشخصيات الحقيقة. جميل. أستاذ عثمان لو تتكرم نفس السؤال، هو مش سؤال، هو قد يكون مطلب وقد يكون حاجة، يعني كيف فعلا نصل إلى مثلا على منطقة مسؤولية عدم التوثيق أو عدم الرصد أو عدم كما يقال يعني التسجيل ولا التأريخ أو هكذا، أو الإشادة بهؤلاء الأفاضل؟ هو كيف تكلم الأستاذ على طلبة العلم
على طلاب المشايخ الأولى، يعني هذه المسألة. لكن من يأخذ بأيديهم؟ لابد من الأخذ بالأيدي يا شيخ. نعم. الإدارات الدينية الآن اندثرت. وين؟ نعم. وين كلية الشريعة؟ وين كلية أصول الدين؟ وين كلية اللغة العربية؟ جميل. الآن تسميات راهي أبدت تسميات علمية تبعد فينا على أسماء الجوهر الدين. جميل. نعم. تو تجي يقول لك الله كل تشير إلى القانون، كل تشير إلى وين الإدارات؟ هذا ما دامينا تبقى البيضة كما هي. البيضة هذه كانت منارة نعم. علمية. جميل. وكانت تخرج في أجيال ما شاء الله من العلماء، وكان حتى في كل سنة تذكر في مناقب العلماء. لكن الآن من شنو؟ إذا كان أسماء مساجدنا الآن أسماء بعيدة علينا، ما نقص في الأسماء استغفر نعم. الله نعم. لكن نعم. نريد الأسماء تكون نعم. لما نمر على الأقل أبنائنا يقولوا نعم. هذا من هو؟ صحيح. أه؟ جميل. نعم. جامع مزرى من مزرى؟ صحيح. جامع زاوية عثمان الشيخ عمرو من هو الشيخ عمرو الزوري؟ صحيح. جامع عبد الغني من هو من كان فيه؟ لكن الآن في أسماء بعيدة من بوش نطرق. جميل. لكن المسؤولية من المسؤولية اللي غيروا هذه الأسماء وجابوا لنا أسماء نعم. جميل. برا. رب يحفظك. لكن معليش سمحني. نعم. بنحاول نعود نحن كطلاب طلاب هؤلاء علينا حق. نعم. وهذا حق واجب علينا، لكن نريد العون. صحيح. يا ناس تعالوا قعمزوا معانا وسألونا ودورون. احنا الآن ما دورنا حد، بصفتك انت واستاذ بارك الله فيك دورتنا. واجبي هذا. أه؟ واجبي هذا واجبي. وتشكر. نعم واجبي. في هذه المباركه في رمضان. نعم. ذكرناهم وارسلنا لهم برحمات. نعم. والناس الان مشتاقه الان. انا عارف كل مشتاقه. شكرا كذلك. أه؟ اللي نسكوا من ضمنهم. لكن نبوا هالادارات. نعم. اللي هي فيها ناس يمدوا بايديها. تعالوا يا ناس انتم ما دام عندكم علماء وعندكم ناس. نعم. نعم. فطاحل وعندكم ناس قادوا هالستينات والسبعينيات. نعم. والثمانينات والتسعينات. نعم. إذا تعالوا نحيوه. جزاك الله خير. الله يربي يبارك إن شاء الله. شيخ عبد السلام. والله حتى ربما نضيف حتى الدولة. نعم. بصراحة نقول لك بكل صدق، يعني حنا توا لما نتحدث مثلا مثل الليلة ونجبد هالسادة العلماء، ولما نقولوا عندهم مصنفات وفي اللي قاعدة هاي أشياء قاعدة مخطوطة. نعم. نعم. حد يقولها بالتحقيق يعني تو. نعم. مثلا من ضمن المخطوطات أو يعني من ضمن اللي ما لم ترى النور، مثلا لو قلنا الشيخ عبد الرحمن البصيري عنده كتاب مهم جدا اللي هو كتاب مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر. هذا ما حدش حققه. ما بنحكوا عليه احنا. نعم. غضربنا مثل يعني. نعم. نعم. الكلام هذا. نعم. يعني الحقيقة تقال حتى الدولة لما تهتم يعني خاصة. نعم. وتشجع طلاب العلم اللي هم يعني تلمدوا على هؤلاء السادة المشايخ، يعني في اللي نقول لك في اللي عنده مؤلفات حاليا قاعدة مخطوطة حبيسة الأدراج. صحيح. صحيح. رأي طباعتها. صحيح. لها تكاليف. تكاليف. نعم. صحيح. صراحة وموافقة. وبعدين حتى لما بكري قلنا ليش لا نطلق الأسماء بتحمى هؤلاء العلامة على الميادين وعلى الشوارع وعلى المدرجات، هو لما أي واحد يعني أنت تو نقول لك أنا حتى لو نقول لهم عندنا شارع في شارع مختار متفرع من شارع مختار شارع عبد الرحمن البصيري. نعم صحيح. ليش نقول لك انا لو نجي غادي كالي واحد من السكان نقول له من هو عبد الرحمن البصيري؟ حقيقه قال صح صح. احنا على الاقل يظل حتى في شهد يعني. صحيح. للتعريف بهالساده هؤلاء. من ثم بعدين يعني في تشجيع لتلاميذهم وفي تشجيع حتى للي اخذوا عن تلاميذهم انما يتبنوا في السيرة الذاتية متاعهم وفي مصنفاتهم وفي مؤلفاتهم، وبعدين الدولة تسهم بشكل أو بآخر في هذا يتم إنتاج. نعم. هذه الدرر يعني. نعم صحيح. حقيقة هي يعني أخذ من مقيل ربي يحفظكم، هي مسؤولية يبقى فردية زي ما ذكرت حضرتك، وكذلك المؤسسات يعني مؤسسات والدولة في العموم. نعم. وهذا أو بالمناسبة ما نقاطعك شاني، والله في كتاب تم صدر معالم الحضارة الإسلامية في ليبيا، هذا لما طرابلس في 2007 عاصمة الثقافة الإسلامية. الكتاب هذا فيه ثلاثة أبواب، باب يتعلق بالعلام
وباب يتعلق بالمعالم وباب يتعلق بالمخطوطات. جميل جميل. وأعتقد المخطوطات تولاها الدكتور عمر شحيدر والعلماء الأعلام تولاها الدكتور محمد مسعود جبران. نعم. وظني الدكتور المعالم أظني الدكتور علي الغرياني ولا يعني هذا الكتاب أنا أدعو لأن باعتباره صدرات وزارة الثقافة أنا أدعو إلى إعادة إصداره يعني. نعم. هو طلعت مجموعة بسيطة منه تم توزيعها. نعم. في 2007 ومنها خلاص. نعم. اندثر. نعم. فيها من الأشياء اللي هي ممكن جدا تكون توثيق وتكون تسليط الضوء على هؤلاء الأفاضل اللي هي إنتاج مسلسلات عن شخصية دينية. نعم. أو أفلام يعني المشاهد إنه ممكن جيراننا المصريين يدوروا فيها على الشخصيات الدينية البارزة في ليبيا. وصلحوا لي لعند الآن مليش كل الشخصيات اللي تندر عنها مثلا مسلسلات أو أفلام وغيرها يا إما تاريخية بمعنى الصحيح مثلا في الجهاد أو مثلا في السياسة أو غيره. يعني لو نتخيلوا أن يندار عمل مثلا تلفزيوني مسلسل لأحدى الرموز الكبيرة عمر جنزوري أو غير أو غير أو هنا طبعا في هذا المسلسل يتم ذكر كثير من الناس اللي حول الدائرة الأولى والثانية وغيرها من المشايخ والعلماء. هذا تتلمذ عليه هذا أخذ عنا فهي دعوة أنه ممكن يأخذ هذا النهج على وعلى اللي ذكرتوه حضاراتكم وهو عين الصواب اللي قلتوه اللي هي المسؤولية فردية ومؤسسية وكذلك دولة إن شاء الله. عرفتم تعالى الجملة تعالى سبحان الله الوقت كان مبارك إن شاء الله أجر وثواب ربي يتقبل منك أجر وثواب. دكتورنا الغالي لو تتكرم كلمة هيك في هذا الخصوص يعني لأن الوقت انتهى. تفضل دكتورنا. ختامية في ختام هذه الحلقة أولا أنا سعيد جدا بحضوري مع هؤلاء المشايخ الفضلاء. نشكر الأستاذ أحمد الترهوني على هذه الاستضافة الكريمة. أنا من أشكرك صراحة وعلى يعني. طبعا تفكيره لهؤلاء المشايخ وهؤلاء العلماء واجبي للتعريف هذا. بهم شكر لك ونفض الغبار من على من عليهم وتعريف الأجيال بهم كما تقدم طبعا بجزيل الشكر للقناة الرسمية الحقيقة التي واضح أن لها دور كبير في مثل هذه الأعمال أو مثل هذه الجلسات العلمية المباركة. مع تمنياتي لكم بالتوفيق ونتمنى أن نلتقي في مجالس علمية أخرى تتناول فيها شخصيات أخرى. نعم. وبعض العلماء الآخرين الذين ممكن لم نتطرق إليهم في. نعم. هذه الجلسة. صحيح. المباركة زي نعم زي محمود الشيخ غندي عدنان البدري قال لك هناك الزاوي. شخصية تلبي. نعم. حلقة من الحلقات. نعم. وليست. نعم. حلقة جماعية. نعم. الحقيقة أنا جمعت حوالي أكثر من. نعم. بعد ما أبلغتني بالدعوة. نعم. جمعت أكثر من 60 شخصية من مختلف المدن الليبية. نعم. لكن لم أستطيع أن أتكلم. صحيح. عليها لضيق الوقت طبعا. نعم. كما أشكر وهذا دلالة أنهم تبارك الله عدد كبير جدا. نعم. ومفخرة لليبيا. نعم شكرا كما أشكر الأخوة الزملاء القائمين على التصوير وعلى التنفيذ وعلى الإخراج ونتمنى لهم طبعا التوفيق ونتمنى. نعم. لهم رمضان كريم ونشكرك مرة ثانية أستاذ أحمد واجب. بارك الله شكر فيك شكرا لك شكر متبادل شكرا. شيخنا عثمان والله يتمنى أنا ونحن في هذه الساعة طيب المبارك امين يا رب طيب وهي ساعه القرب ساعه السحر ان شاء الله سبيل ان الله نتوجه الى الله بالدعاء يا الله. اولا قبل الدعاء ان نشكر استاذ احمد لا هو هذه المباركه ونستضيف الاخوه اللي معنا قائمين بالتصوير وبالخراج. نعم. ربي يحفظهم جميعا الحلقه على اكمل وجه وثم بعد ذلك نسال المولى ان يتقبل منا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم استجب دعاءنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وارحم مشائخنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالصيام ولك الحمد بالقيام. اللهم اقبل صيامنا اللهم اقبل صيامنا واقبل قيامنا واجعلنا من الصائمين حق الصيام والقائمين حق القيام. اللهم شفع فينا الصيام وشفع فينا القرآن
وشفع فينا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وارحم والدينا وارحم والدينا يا رب العالمين، وأخرجنا من هذا المقام بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، وأثبنا على ذلك ثوابا جزيلا وأجرا عظيما. ربنا تقبل منا واقبلنا، ربنا تقبل منا واقبلنا، ربنا تقبل منا واقبلنا، واجعلنا هداة مهديين. اللهم آمين، اللهم آمين. وسلام على المرسلين، ويغفر الله ذنوب من قال آمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله كل خير، حتى جماعة الكنترول يأمنوا معك حتى هم العالم كل يوم معنا. نعم. السفلي والعلوي، وإن شاء الله الملائكة يا رب. آمين. يلا شيخنا جليل. آمين آمين. نعم. أولا الحقيقة مشكور أستاذ أحمد، واجبي على تبنيك. وما توفيق إلا بالله. لا تابعتك يعني حتى في حلقات متاع القرآن الكريم، وما توفيق إلا بالله، وهذا شيء جميل جدا. وشكرا للقناة اللي هي يعني منحت هالمساحات هدية. شكرا إن شاء الله. وشكر للفريق المصاحب لكم. ولا زلت أنا أؤكد على ما قاله السادة الأفاضل اللي سعدت بلقاهم في هذه الليلة الطيبة. الدكتور نصر الدين، أنا فرصة طيبة ألتقي به من الأول مرة. الشيخ البشير العربي، الشيخ عثمان هذا صديق وحبيب. فهمت الشيخ عثمان الثروني. فأنا لازلت أصر لابد من الاهتمام بالسادة العلماء. نعم. الأموات الذين انتقلوا ربي يغفر إلى الدار الباقية، نسألوا نستمطر شأبيب الرحمة والغفران. لابد من الإشادة بهم. ولابد من إبراز إنتاج والتعريف بهم للأجيال. وعلمانا الحاضرين حتى هم لابد من الاهتمام بهم، وربي يطول في عمرهم، ولابد هم يهتموا بالأساتذة اللي اقروا عليهم. وأنا أقول ديما عادة تردد في هذه الأبيات، لو أنصف التاريخ كنا أنجما تتألق الدنيا بها جوانبا، أو هكذا تغدو الأصول غريبة في أرضها وتصير كما سالبا. لا ينكر الشجر العريق جذوره، كلا ولا النجم الوليد كواكبا. وبقدر أعماق الجذور وغوصها في الأرض ترتفع الفروع مراتبا. جميل. وعدك الفروع أحمد الشاعر شن قال؟ ونحن فروع من أصول زكت، فنحيي مآثرنا محيينا، لتاريخ عنصرنا في الورى حديث على صفحات السنين. رب يحفظكم، شاكلكم شاكلكم. تقبلوا مني حاجة بسيطة بسيطة جدا ككلمة شكر وعرفان، وعلى تعبكم في الحضور سهرناكم. دكتورنا الغالي رب يحفظك، أوكي. شيخنا الجليل رب يحفظك، رب يحفظك. أستاذ عبد السلام وشيخنا رب يحفظكم. هي حاجة بسيطة، مجرد امتنان وكلمة شكر. وهذه للمشاهدين الأحبة، الأحبة الكرام، الأعزة، الأحبة الكرام، رب يحفظكم شاكلكم كل الكلام التشجيع ودعوات المباركة. تبخلوش عنا بالدعاء. لقانا إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد غضوة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا حبتنا، وشكرا شكرا.